طيب اللي حضراتكم شفتوه ده بصرف النظر عن تاني زي ما كنت بقول لكم مسألة نصر الخليفي الطفل المعجزة في قطر، لكن هي مسألة شراء الرياضة، وده اللي حصل شراء الرياضة. وما تنسوش دايما أهم حاجة، انتوا عارفين الأول إنه تونس هي أول بلد في العالم يلغي الرقيق، يعني في البلاد اللي فضل فيها رق حتى القرن 18، كويس؟ أول بلد لغت ببيان واضح ومحدد ومفصل وبقوانين واضحة كانت تونس. وإبرام لينكولن في أمريكا وهو بيعمل قوانين إلغاء الرق والعبودية في أمريكا كان مطلع على التجربة التونسية بجد، ده مش هزار، وبالتأكيد ليس مغازلة لتونس، يعني محدش بيغازل أشقاء لسبب، يعني ما أظنش تونس بتدلنا منح مثلا، يعني لو ذهنك عاوز يوصل لحد كده، كويس؟ فتخيل انه يبقى في عندك تجربة زي التجربة التونسية اكتر من 300 سنة، وتجد تجربة للأسف الشديد في القرن 21 لاستعادة الرق في صورة جديدة والعبودية في صورة حديثة والتكريس ليها على يد الأمير الحاكم الحالي ووالده للأسف الشديد، فالناس العمالة الأسيوية اللي كانت بتشتغل أو التي لازالت تعمل في بناء الملاعب القطرية لأجل استضافة مونديال 2022 يسقط منهم الناس صرعى موتى نتيجة ظروف العمل شديدة القسوة، المعاملة شديدة القسوة، الإعاشة والمبيت والتغذية اللا أدمية على الإطلاق. ده اللي حاصل في قطر. خلونا نروح للشهادة الشهادة النهائية لهذه الصحفية الفرنسية واللي هتحكي لحضراتكم ظروف سفرها لقطر وإزاي إنها مش ناوية أبدا تكرر هذه التجربة، بالمناسبة مش لان هي خايفه ترجع قطر، مفيش حد يقدر يلمسها هناك، يعني بما انها تحمل جنسيه اوروبيه ذات بشره بيضاء، وللاسف ده اللي ماشي في قطر، ان كنت اوروبيا او غربيا لن يستطيع ان يلمسك احد. حلو، هي بتقول انا مش عاوزه اجرب تجربه ان انا اذهب مره اخرى طبقا لتسميتها هي دوله المتناقضات. يا ساده، إذا كانت هذه الدولة والقصر الحاكم لا يحترم الإنسانية، إزاي إحنا ننتظر منه أنه يحترم قواعد اللعبة السياسية ويحترم سيادة الدول ويحترم مؤسسات داخل دول وبالذات شقيقة؟